ذراعات الصورية ذراعات جديدة بدون براغي موجودة للعظم الضعيف لو في ضمور أو ذوبان شديد للعظم، إضافة لذراعات الزيجومة المرة دي بدون براغي خالص. نفس فكرة الشرايح اللي بتتعمل لكسور الفك، مش محتاجة براغي طويلة تدخل في العظم، بتصمم خصيص على حجم الفك. بدل ما نعدل حجم الفك بزراعة عظم قد تنجح وقد تفشل، لا، احنا بنصمم الزرعة أو بنفصلها خصيصا على حجم الفك بالظبط، فبتتعامل بسهولة شديدة جدا وبأمان شديد، وبتحصل على السنان بسرعة وبأبسط الطرق. زرعات الثريا بدون براغي.